انبو انبو، وبصراحة كده هو مش هتلاقوا المية تشربوا، مش لان السيسي فاشل، لا، اثيوبيا هم اللي بيعندوا. ويا مرحب بكم في عيد شو يا سعد بالمخابرات، ويديك البريد مفخرة ام اف. مفاوضات سد النهضة فشلت، فشلت مفاوضات سد النهضة، النهضة مفاوضات سد فشلت. انت صدقت اصلا ان في مفاوضات بصحيح يا عبيط؟ ده الزعيم السيسي بيشتغلكم، قصدي بيشتغلنا، عشان السد يبقى امر واقع، وده هيورد بالخير والخراب على مصر. خلاص ناخد الخير ونسيب الخراب، بس على الله بقى الخراب هو يسيبنا. الزعيم السيسي هو اللي وقع على اتفاقية المبادئ وقال كله يرفع ايده، كله يرفع ايده. الزعيم السيسي هو اللي قال كله تمام ومفيش مشكلة، كله مطمئنين تماما، كله مطمئنين، كله مطمئنين تماما، في اثيوبيا، في السودان، وفي مصر، كله مطمئنين تماما. في قادة مسؤولين التقينا واتكلمنا واتفقنا، مفيش ضرر ان شاء الله على حد. المصلحة لاثيوبيا هي مصلحة لمصر، المصلحة للسودان هي مصلحة لمصر، المصلحة لمصر هي مصلحة لاثيوبيا. نحن نتكلم كدولة واحدة مش ثلاث دول، صوت واحد. انتهت الأزمة، مفيش أزمة، مفيش أزمة. مبروك مبروك مبروك. ولما ديك البرابر بدأ يقلق، حل في الراجل ولعبهم كيلو بامية. كلمة والله 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 لن نقوم بأي ضرر، لن نقوم بأي ضرر، لن نقوم بأي ضرر للمياه في مصر، للمياه في مصر، مصر. بس اللي انتوا شايفينه ده كله ما كانش الزعيم السيسي، ده قرينه، قرينه اللي وقع، قرينه اللي حلف، قرينه اللي فرح، قرينه اللي اتفق. قرينه مش السيسي، مش هو يا بنت، هو يا بنت. هل كان الرئيس عبد الفتاح السيسي هو السبب في سد النهضة؟ مش هو يا بنت، هو يا بنت. ما نقدرش ابدا نوقع باللوم على رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية هيعمل ايه ولا ايه ولا ايه؟ مش هو يا بنت، هو يا بنت. انتوا دخلتوا ليه الرئيس السيسي في الازمة من البداية؟ هو الرئيس ماله؟ مش هو يا بنت، هو يا بنت. عارف كله والله العظيم، ادي السيسي اللي انتخبناه، ودي السيسي اللي بنحبه، وادي وادي شوفوا جاي يهدينا يا جماعه. السيسي ملوش دعوه، ما يعرفش. بقولك مش هو يا بنت، هو يا بنت. اخر حد يسال عن كارثه سد النهضه هو عبد الفتاح السيسي، مش هو يا بنت، هو يا بنت. مش الرئيس والله، انا بقول لك الحقائق. امال مين انت؟ ايوه انت. لو انت عايز تتكلم على هو ده، لا يعنيني حاجات اخرى، يعنيني ده ان انت سبب هذه المصيبه اللي انت بتتكلم عليها دلوقتي. قرين السيسي بيتمرس بعد ما خربت، لا انت، انت روح امك يا مستشار السيد الدير. انما السيسي نفسه كديك برابر مش قرينه، عارف انها خربانه وان المفاوضات دي ملهاش 30 اي لازمه، عشان كده قال هنشرب ميتنا من بولنا. وبسجل معاكم يا مصريين ان بيتعمل دلوقتي اكبر مشروع في تاريخ مصر لمعالجه ميه الصرف والتحليه. ده بقى اللي خلى سامح شكري ينفض ايده من الموضوع. هو ماله هو؟ كانت كلمه 19 تقول لي الرئيس بتاع الرئيس بتاع السيسي. انا قصدي على سامح شكري، هو ماله؟ ساب الموضوع وراح يعمل زي الزعيم السيسي، راح يقول لفرنسا احنا واقفين جنبك وجنب اقتصادك ضد الرسول. يا قلد يا قلد، بتقلد الزعيم السيسي في كل حاجه حتى في نتنته. طبعا مكبوت من هنا ورايح مش هيقدر يوقع ميكروفون الجزيره. عموما انا مش عايز اتكلم عن موضوع فرنسا عشان ما افكركوش بموضوع المقاطعه، مقاطعه المنتجات الفرنسيه المستمره لليوم 79 على التوالي، ودي اكبر حمله مقاطعه على السوشيال ميديا. فرنسا بتهر بلدي. سيبنا بقى من موضوع فرنسا ده عشان الناس ما تفتكرش المقاطعه وتفعلها. نروح لالمانيا ومع سامح شكري برضو اللي احرج الالمان وهم بيسالوه عن حريه الانسان وحقوق الصحافه في مصر. وليه مصر بتعتقل الصحفيين؟ افحمهم وقال لهم شوفوا نفسكم يا اخويا، ما عندناش صحفيين مسجونين يا عمر. اننا في مصر انا امتنع عن انتقاد شركائنا والدول الاخرى من منطلق اقتناعنا بانه تقييم مجالات ومدى الوفاء بحقوق الانسان هي مسؤوليه على المجتمع المعني وليست مسؤوليه اطراف خارجيه. انا قادر ان انتقد المانيا وانتقد دول اخرى في اطار ممارستها في ازاء حقوق الانسان، ولكن السياسه المصريه تمتنع عن ذلك. انه ليس هناك صحفي في مصر تم توجيه التهم اليه لسبب التعبير، وانما لاقتراف ما يعد جرائم من منظور القانون
القانون المصري واتيح له من خلال القضاء المصري المستقل كل الضمانات الكفيله بتوجيه الاتهام. افهمهم هم هياخدونا في دكه ويقول لك الصحافه ليست جريمه. لا يا اخويا لا يا حبيبي ايشن بخن، في مصر الصحافه جريمه. واسمحوا لي مع فريق الاعداد مينا، اسمحوا لي اقدم لكم هذه الكلمات، كلمات دي انا اللي مؤلفها، ردا على المانيا وتماهيا مع سامح شكري. الصحافة ليست جريمة، الصحافة ليست جريمة واحدة بل أكثر من جريمة. الصحافة يا أخوانا جريمة وكل قيامها عديمة ومؤامرة دولية لئيمة لكشف الحقيقة عن دور العصابة الفخيمة. لما تلقى يعني صحفي وبيكتب بالقلم الرصاص رصاص، يعني حبكت خلاص تكتب وبالقلم الرصاص خلاص، تبقى معذورة الدولة لو تنفذ في رقبة الصحفي القصاص. لما تلقى شحط صحفي وبيكتب مقال بده يعني قال يعدل الحال اللي مال ويقاوم الاحتلال والاحتيال وسرقة المال اللي مال، ما تكتب عن كتر الخلفة وزيادة العيال، اكتب عن جشع الشعوب اللي دخل الأسرة فيها في الشهر 2 دولار، اكتب عن شباب الفيس اللي زاعج سيادة الزعيم الجنرال. الصحافة ليست جريمة بل أكثر من جريمة. ولما تلقى مصوراتي ماسك يوماتي الكاميرا وبيصور تفاصيل الجريمة، في اسم شرطة مات مواطن افترضنا من التعذيب طب مات. بدل ما تدعيله بالرحم وندفن الجثة في سكات تقوم تصور، تصور ويكشف العورة الكريمة. لا الصحافة هنا جريمة، كشف عورة وحرمة الشخص اللي مات، حيازة كاميرا حادة بدون تصريح الجهات، تكدير الصفو العام وتحريك الثبات، محاولة إفاقة الشعب اللي مات. الصحافة ليست جريمة بل أكثر من جريمة. لما حد في الأقصى أصدقائنا الصهاينة بيقتلوه تلقى كام قناة عميلة ياخدوا الخبر ينقلوه. عيب يا صحافة، يا صحافة عيب، مفيش إحساس، ده ممكن يبقى إرهابي من حماس. يا صحافة يا أم القلم الرصاص، يا خباصة ومن غير اختصاص، هو أي خبر تنشريه وخلاص؟ لما تسيب خبر وفاة مغني بيغني جاز، لما تسيب خبر طلاق أو فضيحة جواز، لما تسيب خبر افتتاح مشروع يا سيدي وهمي أو إنجاز، تسيب ده كله وتنقل لي كام قتيل؟ لا اسمح لي، ده يبقى انحياز. وهنا صارت الصحافة ليست جريمة بل أكثر من جريمة. يا صحافة هما طريقين، طريق الحق والحرية والكلام اللي مياكلش عيش يعني واقفة مع الشعب ضد الجيش، أو طريق الأمان نديك الحقيقة والحق في بيان. هقول كمان طريقين، طريق مهان وطريق أمان، طريق محمود حسين أو بكري وتامر أمين، طريق الحقيقة والشعب الحزين وطريق الجنرال الأمين الرصين. واختاري يا إما مع الحق والشعب يا إما مع الرصين. الصحافة أكثر من جريمة. شكرا 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 شكرا. طبعا الصحافة جريمة وأكثر من جريمة لأنها بتمنع سيادة الزعيم ابن الأحبة من إنه ينفذ خطته بالقضاء على جيل أو جيلين من المصريين عشان الأم تعيش. مثلا خطته في القضاء على العمالة المصرية وتشريدها وإغلاق المصانع المصرية من أجل نهضة مصر. الصحافة بقى تقعد تعمل لنا بلو وتقول سيادة الزعيم وديك البرابر خسف بقلعة الصناعات المصرية الصقيلة. الجمعية العامة الجيل العادية لشركة الحديد والصلب بتقرر تصفية الشركة وإغلاقها بعد 67 سنة من التأسيس. مصانع وشركات كتير بتتقفل وعمالة بتتسرح وبيوت بتتخرب والعمال ما عندهمش غير صوتهم وهتاف وتهديد، مجرد تهديد بالإضراب مش إضراب. شغل حناجر والسيسي عارف يعني من الاخر الحديد والصلب بح، وعمال الدلتا بح، ومن قبلها شركات الاسمنت بح، وطبعا المايه بح، وعندك قناه السويس بح، وابار الغاز بح، وفي جزيرتين بقى في الصندوق لو فاكرهم بح، وانبيب الاكسجين بح. وصدق الزعيم السيسي ابن الاحبه، اللي عايز الدح يستحمل اليح، يعني مفيش حلاوه من غير نار. لازم عشان الوطن يعيش اللي هو الجيش والشرطه يعني، لازم الاول يكوي الشعب، يفقره، يمرضه، يقتله، يا تتحكموا يا تتقتلوا. ها شعب مصر العظيم استمتعوا بالحاضر لان القادم مع سياده الزعيم ديك البرابر وفراخ المزرعه وبيض اليوم ابن الاحبه اسوأ. وطالما ما بتتحركوش يبقوا ما تشتكوش. يلا
أشوفكم الأسبوع الجاي في نفس الميعاد يوم الخميس الساعة 7. ما لم يجد جديد وربنا يستر. سلام. مينا ولا تكلمني ولا لسانك يخاطب لساني يا راجل. الحلقة كلها كلها من غير ورا صولة الانتصار. الناس تقول ايه؟ مصر ما فيهاش انابيب؟ حبيبي يا مينا تسلم تسلم. يا سعد بالمخابرات ويديك البريد. مفخرة ام اف.